بما ان احنا مقبلين طبعا على الشهر رمضان الكريم، كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسلامة. مهم جدا الأيام دي الجهود اللي بتقوم بيها الحكومة لتوفير السلع وبأسعار مناسبة، أو ضخ كميات كبيرة من سلع مختلفة في الأسواق عن طريق منافذ محددة ومعينة. النهاردة بقى إضافة للجهد دوت، كان في الحقيقة افتتاح لمعرض أهلا رمضان، ومعرض طبعا مهم في القاهرة بمشاركة 400 عارض وشركة من أكبر الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية. أيضا كان في مشاركة للشركات التابعة لوزارة التموين. في المعرض دوت أو في الفرع ده تحديدا تم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازة الفريش واللحوم المجمدة، برضو منتجات الأسماك. كل دي طبعا جهود مهمة لتخفيف العبء على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أن السلع كلها تبقى متوفرة في كل المحافظات على مستوى الجمهورية. عشان كده طول الوقت بيتم تنظيم معارض ومنافذ عشان نمنع أي تلاعب في الأسعار من قبل التجار. من أهم المعارض دي طبعا هو معرض أهلا رمضان اللي بتنظمه الحكومة السنة دي، وزي ما احنا شايفين كده بدأ قبل رمضان بأسابيع مناسبة، وكل شوية بيتم التوسع في الفروع وبيتم مراقبتها وبيتم النزول ومتابعة السلع بالظبط ايه اللي موجودة. طيب احنا معانا المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على متابعينك الكرام، وكل سنه وانتم طيبين والشعب المصري كتير بمناسبه حلول شهر قرب حلول شهر رمضان الكريم ان شاء الله. وحضرتك بألف صحة وسلامة. النهاردة أهلا رمضان في القاهرة 400 عارض وشركة، مش كده؟ تمام. أبرز بقى التفاصيل إيه؟ عبر التفاصيل النهارده الحمد لله، يعني معرض مشرف يعني ويليق بالدولة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معالي وزير التموين الدكتور علي مصطلح يوم حالي محافظ القاهره، معرض اهل رمضان الرئيسي لعام 23 قاعه المؤتمرات، معرض مستمر حتى يوم 21 مارس. المعرض يشترك فيه 400 شركه عارضه، واثنى بشكره وارتياحه للمعرض والتخفيضات الهائله والجوده العاليه، ويمكن كان من ابرزها اللي يعني معالي الوزير يعني اهتم قوي ان وجود مواجهه كبيره في المعرض ب 65 جنيه، ويتكلم عن الدواجن وان دي كميه ضئيله تم استيرادها تسد الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك والشهر رمضان. اتكلم على اسعار السلع وتخفيضاتها الهائله في المعرض، اتكلم على اشتراك الشركه القابضه للصناعات الغذائيه التابعه لوزاره التموين في مجموعه من يعني جناح كامل في الشركات المختلفه من شركات الزيوت ومطاحن شمال القاهره وتسويق الارز، شركات اللحوم والنيل والالوي العامه والمصريه واسكندريه. اتكلم على جهاز الخدمه الوطنيه بجناح كامل برضه متنوع في خدماته باسعار برضه تخفيضات هائله جدا. اتكلم عن مبادره كلنا واحد ومصر وامان. اتكلم عن التدفق من الشركات الخاصه اللي اشتركت معانا بتخفيضات عاليه وجوده عاليه جدا، وقال المعرض مستمر ويتم ضخ السلع اول باول، واكد حضرته على استمرار الرقابه والدفع بالسلع في الفتره القادمه ومنع نقص اي سلعه في المعرض او خارج المعرض. اتكلم عن الشوادر والمعارض المفتوحه خارج القاهره على 525 معرض وشادر على مستوى الجمهوريه، وعلى السيارات المتنقله ال 290 سياره، وعلى الشوادر اللي بتقام في المناطق الاكثر احتياجا اكثر في التنسيق مع وزاره التنميه المحليه. طيب. واتكلم على القوافل اللي بيتم التنسيق للمناطق الاكثر احتياجا واكثر اللي في الصعيد، قد تكون الكره صغيره بيتم الدفع بها بتوصل لكل مكان. طب باشمهندس عبد المنعم، عايزه امر معاك على الاسعار كده، لانه برضو الناس بتسال اسعار اخبارها ايه في اهلا رمضان القاهره تحديدا. الاسعار اللحوم الطازجه 165 جنيه ده الفريش 65 ها؟ طازه. والحاجه الثانيه شاف الدواجن باصنافها متنوعه ب 65 جنيه وده 65 كيلو الدواجن مذبوح جاهز، ده برضو المجمد ولا الطازه؟ مجمد، وفي شركات محليه او مستورد او مستورد موجود ب 65 جنيه. اتكلم عن الرز ب 14 ونص، اتكلم عن السكر. طب دي الدواجن المجمده قبل السكر والزيت والحاجات دي، البانيه اخباره ايه؟ نعم، في اللي هو البانيل صدور الفراخ عادي مش الدواجن نفسها. 140 145 140 جنيه
145 جنيه البنيه، يعني اسعار مش عايز اقول لك تخفيضات عاليه، طب جوده عاليه 140 ده كده ارخص من بره تقريبا بقد ايه؟ 20%؟ يعني اكتر، لا اكتر من 30%. التواجد بره النهارده يعني وصلت ل 80 90 جنيه اللي هي كده، لا احنا بنقول ب 65 جنيه، هتلاقي ايوه في تخفيضات عاليه جدا جدا. الرز بتتكلمي او السكر بره بتاع 19 و20 و20، بنتكلم في 14 جنيه ونص، الرز 14 14 و14 ونص. والسكر هنقول في السكر ب 14 ونص في المجمعات بالشركات المختلفه. عاوز اقول والله السلع متوفره، والمعرض ان شاء الله زي ما الشعب المصري طب والبلح واليميش واحنا داخلين على رمضان؟ اسعار يعني تبدا من 23 و24 و26، اصناف مطوله في تخفيضات. عاوز اقول لك بدون اي تفاصيل، في تخفيضات عاليه جدا، في جوده عاليه جدا، في معرض معمول بطريقه جميله جدا، وطبعا يعني وده معرض رمز الدوله المصريه، فمعمول بطريقه تشرف الدوله المصريه وتحضر عايز فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب الشوادر المنتشره في جميع انحاء الجمهوريه. فهتلاقي في كل قريه وفي كل نجع الحمد لله بقى في معرض، مستمرين في المعارض، مستمرين في التخفيضات، مستمرين في ضخ السلع على مدار الايام والشهور القادمه طالما هناك ازمه مستمره. ايوه طبعا ده التوجيهات. طب الفراخ البرازيلي موجوده في المعرض؟ موجوده اكتر من 10 معارض هناك، يعني اكثر لان هي دي انواع ب 65 الكيلو مش كده؟ موجوده يا بنت في شركه الديل، موجوده في الشركه المصريه، موجوده في الشركه المصريه للحوم، موجوده في شركه الديل، موجوده في جهاز الخدمه الوطنيه، موجوده في امان، في كل يعني موجوده بكميات كبيره جدا في المعرض. ممتاز. معدلات الاقبال ايه لحد دلوقتي؟ شايفينها ازاي؟ هو الاقبال النهارده افتتحوا الدوله رئيس مجلس الوزراء اخر النهار، وان شاء الله من 10 صباحا 9 مساء نفتح امام الجمهور ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا برضو بنتابع مع حضرتك دايما باستمرار، بشكرك شكرا جزيلا المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين.